راح تبدا اليوم تبني اي سي سيركت زي الاي سي سيركت اللي بناها المره الماضيه راح اعيدها وبعدها راح نكمل الاشياء الثانيه. فراح ناخذ نبدا السيميليت راح نبدا موديل هاي فايل جديد راح احاول احط اللايبرري على جهه والموديل على جهه ثانيه هاي الموديل من هون. راح نبدا الان ناخذ راح ننزل على السيم باور اذا بتتذكروا زي ما عملنا المره الماضيه هاي هون السيم باور سيستمز. اذا بعمل هذا اكسباند راح يبين معي الالكتريكال سورسز اللي بتبني الالمنتس ميجرمنتس باور الكترونكس. بعدين راح نستعملها زي ما عملنا في الدايوز راح نركب دايوز. راح نبدا اليوم بدائره بسيطه جدا بس ريزيستيف لود الكرنت فولتج راح نقيس الكرنت فولتج في ريزيستيف لود. فراح اخذ الان اي سي فولتج سورس راح اسحبه هون. بعدين راح ناخذ بدنا سيريز ار ال سي برانش راح نحوله لار احنا بس بعدين ممكن في المستقبل نستعمل السي وال ال. بعدين بالميجرمنت راح اقيس الكرنت راح اقيس الفولتج راح اخذ فولتج ميجرمنت راح اخذ كرنت ميجرمنت. الميجرمنت على فكره هي اللي بتحول لي من الباور من عالم الباور لعالم السيجنالز عشان اقيس. ما بقدر اقيس مباشره فولتج لازم احول من فولتج للسيجنال. ولذلك اذا بتطلعوا على الفولتج ميجرمنت هون في له تو انبوتس اللي بدخل عليها الفولتج اللي بدي اقيسه. ما بصيرش اقيس فولتج من نقطه مش هيك؟ هل بصير اخذ نقطه واقيس فولتج عليها؟ ما لها معنى. بدي اقيس فولتج بين نقطتين ولذلك النقطتين لازم تدخل هون ولازم احدد الاشاره البولاريتي بلس وماينس عشان اعرف انه الفولتج اللي عم بقيسه بوزيتيف او نيجاتيف بالنسبه لهي النقطه. لكن من هون هذا السهم رح يطلع منه سيجنال، السيجنال بقدر اخذها على اوسيلوسكوب واشوفها اذا بدي اشوف قديش قيمتها. اذا بدي ضل اخر شيء بدي اخذ لازم يكون عندي جراوند راح اخذ جراوند من هون ادخله بهذا الشكل. خلينا هلا نطلع على الموديل اللي صار عندنا لبنين. راح اخذ هلا هذا احوله ل ار بس راح يكون هذا وراح اعمل مثلا قيمته 100 اوم. بدي بس عشان ارتبه بدي الفه ب 90 درجه فبعمل فورمات روتيت بلوك بلوك وايز او كاونتر بلوك وايز. اذا خلينا احط البرانش هذا الار ال سي برانش بقدر اغير اسمه راح اسميه ريزيستنت لود. بعدين راح اخذ الاي سي فولتج سورس. اذا شايفين الخط الخفيف اللي بين الخط الخفيف اللي بين هذا بس يساعدني اعمل الاينمنت. هلا راح ارفع هذه شوي من هون. هلا بدي اقيس الكرنت اللي مارق في الريزستور فراح احط هون الكرنت لازم يكون الكرنت ميجرمنت. كيف لازم تقيس؟ لازم تكون سيريز تمام. اذا لازم الكرنت يمر في هذا الاميتر او الكرنت ميجرمنت سورس اللي موجود هون. وبعدين راح هي لاحظوا كمان الالاينمنت شايفين الخط الخفيف اللي بين فراح اخذ هذا السورس اشبكه هون وبعدين راح اخذ هاي المخطط. هي اكتملت دائره الكرنت. هلا راح اقيس الفولتج كمان راح اقيس الفولتج عبر الريزستور راح اخذ كمان من النقطه هذه من هون. فهيك انا قست الفولتج والكرنت عبر الريزستور. انا عارف المثال بسيط بس بفرجينا الفكره كيف نبني. اذا الان انا حابب اشوف الكرنت والفولتج اللي مارين فيها. خلينا اول شيء نعمل نظبط الفريكونسي هون. الفريكونسي رح نحطها 50 هرتز وهون هذا ال 100 فولت ايش هذول؟ في هذول في ماكس مش في ار اس انتبهوا عليها هي مهمه جدا. الفيز تبع هاد هو زيرو. هلا ما بيأثر كثير لانه في شغل فولتج سورس واحد هيك إيه بده يهمني الفيز بحط سي وال لما احط سي وال لما احط 2 فولتج سورسز تمام احسن. لما احط 2 فولتج سورس لما يكون 1 فولتج سورس خلص بسميه زيرو بعتبره بسميه عندي 2 فولتج سورس وفي بينهم زاويه بهمني احدد انه واحد منهم ليدي من الثاني. او لما بشتغل 3 فيز لما بصير اشتغل 3 فيز بتصير الزاويه بتكون في هاي الحاله. اذا انا عندي هون هيك ثبتت هذا الفولتج سورس جاهز عندي من هون. هلا بدي اشوف السيجنال. حتى اشوف السيجنال ايش بحتاج؟ اوسيلوسكوب. برجع على السيميليك نفسها. لاحظوا هاي من ميزات السوفت وير انه انا بقدر استعمل اي شيء كان موجود بالسيميليك كنت استعمله بالسيميليك. بروح على السينكس والسينكس في عندي هون سكوب. هلا السكوب ممكن يا بحط مالتي كلاكسر على مدخل السكوب وبدخل التو سيجنالز على نفس الشانل او بخلي السكوب التو شانلز وبدخل التو سيجنالز على التو شانلز.
خلينا نعمل المالتيبلكسر اليوم عشان تكون مختلفة شوي. فراح اجيب مالتيبلكسر كمان من هون. اصلا في الكونتينيو الكومن يوز بلوكس فيهم مالتيبلكسر. هاي المالتيبلكسر. المالتيبلكسر باخذ سيجنالز 2 وبدخلهم على نفس الخط الفيزيكال لاين اللي بتدخل على الاوسيلوسكوب. فراح ناخذ هذول. خليني اوسع شوي الان. ابعد السكوب. في عندي لسه شيء ناقص قبل ما اعمل رن من هون. الطريقه اللي بحل فيها السيستم كيف بحل فيها وبطلع الريزلتس لازم احددها بشيء اسمه الجي يو اي. فبننزل على السيم باور. في عندي هون باور جي يو اي. باور جي يو اي هو بحدد طرق الحل ولازم ادخله انه في بارامترز راح احطها فيه. فهلا انت في البدايه ما راح تغير اي بارامترز فيه بس راح احطه حق. هذا لازم يكون موجود عشان يفرجيني طريقة الحل كيف هو راح يحل وانا بحدد له كيف يحل المسألة هاي وكيف يطلع الأجوبة. إذا حطينا الكونتينيوس معقول دكتور؟ نعم تفضل. ايش المسألة اللي بيحل؟ أنت إذا عندك معادلة تفاضلية وبدك تحلها في طرق مختلفة لحلها في داخل البي سي في داخل اللابتوب أو في داخل السوفت وير في طرق مختلفة لحل المسألة. يعني في شيء كونتينيوس وفي شيء بيكون ديسكريت. طرق الحل وقديش الستيب اللي باخذها حتى يحل. يعني هون ما عم بحل هو ما عم بحل زي ما احنا بنحل باللابلاس ترانسفورم. كيف نحن نحل باللابلاس ترانسفورم في الكنترول اللي ماخذ معي كنترول كنا حلو ناخذ نوخ عادله وكله لينير سيستم. هاي هون ممكن تكون نون لينير. ففي طرق مختلفه للحل. انا ما بتهمناش كثير ندخل بتفاصيلها بس بهمك انه تعرف انه لازم انت تفسر له كيف الطريقه اللي يحل فيها ايش الاسلوب اللي يتبعه في الحل. عشان تعمل هيك لازم تحط هون انترفيس. فبتنزل هذا الانترفيس. هلا هذا الانترفيس بامكانك تفتحه وتحدد في داخله تطلب منه يحل بطرق مختلفه اذا انت بدك او تحدد بارامترز مختلفه. ديسكريت او كونتينيوس. مثلا هون الكونفيجر بارامترز اذا بتحط هون مثلا راح تلاقي كونتينيوس. كان ممكن احنا نطلب منه مثلا يعمل ديسكريت او فيزر يحل بطريقه مختلفه. هذه المهم انه اذا ما حطيتها ما راح يقدر يحل لانه هو بيعتبر انك انت ما حددت له طريقه الحل. هلا هيك صار في حتى لو اخذت الديفولت يعني حتى لو سحبته وحطيته وتركته المهم انك حددت له. لو حاولت اعمل رن بدونه راح اقول لي ما فيش عندي باور جي واي. حدد لي باور جي واي حتى اعرف طريقه الحل. واذا بتطلع تحت هون في عندي او دي اي 45 كان اوردر ان ديفرنشال ايكويشنز بحدد لي شو طريقه الحل الاعلى المستعمله. احنا ما بهمنا هاي مش بالتفاصيل كثير بهمنا انه بالانس سيستم عندنا هلا انبنى. في شغله اخيره راح اعملها لانه مرات بسبب لي مشكله بحاول احل كونتينوس ما بزبطش معه. خليني اجرب اول شيء احل بدونها بعدين بنشوف اذا ما زبطت برجع بغيرها. احنا عم نعمل رن لمدة 10 ثواني نشوف اذا حل. لا هاي نفس المشكلة اللي بتطلع معي. فاللي رح اعمل حتى اتخلص منها رح اخلي هذا السورس اعطيه سامبل تايم واحول السيستم لديسكريت. ديسكريت يعني رح يحل بستبس. رح اعمل السامبل تايم هون 1 مايكرو سكند. خلينا ننزل هذا الزمن لثانية. اي لاحظ شو تغير تحت شوف كيف طلعت كلمة variable step discrete. هلا المفروض انه لما يطلع هذا الصوت معناها خلص الحل. اوكي 10 ثانية ولا 10 ثانية؟ لا في هون كمان setting لازم نبدي هاي قيمة ناقص 5000 points. هي عندنا هون اذا بتطلعوا طبعا واضح واحد منهم هو الفولتج. مين الفولتج؟ احنا كنا اصلا حاطين 100 فولت بيك، متذكرين 100 فولت بيك؟ فهذا هو الفولتج وهذا هو الكرنت، طبعا قيمته صغيره لدول المقاومه قديش قيمتها؟ 100 اوم راح يقسم 100 على 100 راح تعطيه 1 امبير. حتى نقدر خلينا اول شيء نخفف زمن السيميليشن راح اعمله 200 ملي سكند عشان اقدر اشوف بشكل اوضح. واضح طبعا هون الغاية هذه مشكلتها انها مرة صغيرة شوي. خلينا نصغر شوي الريزستر قيمة المقاومة عشان اقدر اشوف. خلينا نعملها 10 مثلا. نعمل الان رن. عينه واضح. طبعا ايش بتلاحظوا على الكرنت الفولتج؟ ان فيز. لازم يكون ان فيز لان اللود ايش؟ اللود ريزيستيف مش هيك ما في ليدنج ولا لاجنج في اللود ريزيستيف. واضح انه عندي البيك تبعت هذه تقريبا 10 امبير لانه عندي هون 100 فولت على 10 اوم. 100 على 10 تعطيني 10 ماشي. واضح هاي في اسئله عليها؟
إذا إحنا أحد الأشياء اللي أنا غيرتها لاحظتوا هون عملت الـ AC Voltage Source حولته من Continuous لكأنه Discrete يعني Steps لأنه بعطيني كل 1 microsecond بعطيني قيمة هذا خلى إنه يحل المسألة يقدر يحل المسألة حل الكاميرا ولما حلها حلها باستعمال الـ Discrete في أسئلة أخرى إذا هذه Simple System